حكمت المحكمة بالإعدام شنقا على 1 5 6 7 10 12 26 37 183. أرقام مختلفة بتواريخ مختلفة بتفكرنا بناس ملهمش أي ذنب غير إنهم قالوا كلمة لأ لسرقة الوطن وقتل الحلم. أرقام مختلفة بتأكد لنا إن حبل المشنقة هيبقى مصير أي حد يرفض يركع لظلم الحاكم. محمود رمضان، محمود رمضان اللي تنفذ فيه حكم الإعدام في قضية سيدي جابر، أو زي ما بيقولوا قضية السطح، رغم إن الفيديو مفهوش اللي يثبت تورطه في قتل أي شخص، وكلنا عارفين إن المتظاهرين اللي طلعوا فوق طلعوا علشان يمنعوا البلطجية من رمي الطوب عليهم. وفي ناس بتسأل طب لما هو بريء كده إيه اللي خلاه يعترف على نفسه؟ وكأن الناس دي ناسية إن محمود واستكلاب بيستحلوا أي حاجة عشان يوصلوا للاعترافات اللي هم عاوزينها وكاتبينها بإيديهم. يعني مش بعيد يكون الكلام اللي سمعناه كله صح، وإنهم جابوا أمه وأخته عشان يغتصبوهم قدام عينيه لو رفض يعترف أو يغير كلامه. يعني من الآخر تقدر تقول إن محمود رمضان اتنفذ فيه حكم الإعدام عشان سبب واحد بس، العسكر عايز كده. الشيخ محمد عبد المقصود، دكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين، دكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة، ومعاهم 7 تانيين، كل دول برضو اتحكم عليهم بالإعدام بتهمة قطع طريق أليوب الزراعي. وطبعا الأدلة واضحة زي الشمس، أعمار الشيخ محمد عبد المقصود واللي معاه تساعدهم يعملوا أكتر من كده. أحمد فؤاد، شخص عادي جدا ملوش دعوة بأي حاجة، هو كمان اتحكم عليه بالإعدام، كل ذنبه إن لما عربيته اتسرقت قرر يعمل محضر في الاسم، بس كان مصيره إنه يتلفى له تهمة الهجوم على كنيسة أكتوبر وتصنف إرهابي، وكل ده عشان الوقت اللي راح فيه الاسم كان هو نفس وقت الهجوم على الكنيسة. صدق اللي قال الشرطة في خدمة الظلم، الظلم اللي شجع القاضي إنه يحكم بالإعدام على 12 واحد من كرداسة بتهمة قتل اللواء نبيل فراج، رغم إن تقرير الطب الشرعي أكد إنه اتقتل برصاص ميري، بس الظاهر إن القاضي ما كانش شايف وقتها غير أوامر اللي مشغلينه. مسجد الاستقامة بالجيزة، حدوتة في صورة قضية انتهت بتحويل 14 واحد للمفتي، ولما لقوا إن القضية مش متطبخة كويس رموها في حجر خدامهم القاضي محمد ناجش حاتم، واللي مقدرش يتأخر عن بيادة سيده ولو ثواني، وأصدر حكم بإعدام 6 كان منهم عاصم عبد الماجد وعزب مصطفى عضو مجلس الشعب. طيب فاكرين الرقم ده؟ 545. تصدقوا ان كل دول كانوا معرضين لحكم الاعدام بتهمة انهم اتجمعوا على قتل مأمور اسم شرطة مطاي؟ ولما المحكمة حست ان العدد ده ما ينفعش يتجمع غير على ديناصور قرروا ان هم يعملوا اوكازيون ويحكموا بالاعدام على 37 واحد بس. بصراحة كتر خيرهم، هو في دلوقتي قضاء كده بيعمل خصومات؟ الحاجة سامية شنن 54 سنة اتحكم عليها بالإعدام في قضية قتل 11 واحد من ضباط وعساكر اسم كرداسة، رغم ان مفتش مباحث الجيزة أكد في جلسات المحاكمة ان الحاجة سامية ما كانتش موجودة في الاسم وقت ما الموضوع ده حصل، ده طبعا غير شهادة الجيران اللي أكدوا على نفس الكلام. بس تقول ايه بقى في شرطة وقضاء اتعودوا يدوسوا على حق الخلق؟ وعشان الموضوع يتطبق صح تم الضغط على الحاجة سامية بأبشع أنواع التعذيب عشان تعترف صوت وصورة انها شاركت في عملية قتل الضباط والعساكر. وطبعا عشان الفيديو ده يطلع اتعرضت للأسف لتهديد الاغتصاب، غير ان ابنها اكد انهم خدوها للصحراء عشان يسلطوا عليها كلابهم تنهش في لحمها وتموت بالبطيء. كلها ايام وهتتفتح حنفية الاعدام اللي هتغرق مصر بدم ناس اتمنوا الحرية ليهم ولولادهم. بس للأسف غلطة الناس دول انهم نسوا ان مصر ما فيهاش امنية من غير تصريح، ونسوا كمان ان التصريح ما بيطلعش غير لمهمة واحدة، اعدام وطن.